فيديو جديد ومفيد في قناتي. انا اميره وقناتي بتتكلم عن كل حاجه تخص الميك اب والسكين كير والاطفال والامهات. فيديو النهارده هيكون زي ما انتم شايفين في العنوان كده، مشترياتي من شي ان اللي تخص المحجبين. الفيديو ده انا متحمسه له جدا لاني عايزه اعمله من فتره طويله وكنت مأخراه عليكم، بس اخيرا قررت اصوره. اوردر شي ان اللي هعرضه عليكم في الفيديو ده هيكون كله خاص بالمحجبات، لبس محجبات فقط. طبعا ينفع لاي حد غير محجب، ولكن في الاساس هينفع اكتر البنات المحجبات. ما فيهوش حاجه شفافه، ما فيهوش حاجه محتاجه تلبسي تحتها قطعه تانية، وكمان واسع وفضفاض، وبعد ده كله شكله شيك جدا وستايلات جديده ومختلفه. اوعي تسيبي ولا حته في الفيديو ده، وتابعي الفيديو ده للاخر عشان تشوفي كل حاجه جبتها من شي ان. هعرضها لك بالسعر وبالمقاس، مقاسي انا كان فيها ايه اللي جبته ده، وهتشوفي شكلها عليا عامل ازاي بالمقاس اللي انا جبته. هقول لكم جبت الحاجات ازاي من غير اي جمارك بسعرها الاساسي، وهتوصلك لحد البيت ايا كان مكانك في مصر، كمان الدفع كاش وقت التوصيل. وفي اخر الفيديو خالص هديكي كام نصيحه صغيره عن ازاي تشتري من شي ان لو انت عايزه تشتري من شي ان بس الحاجات دي مش كلها عجبتك، او انت حابه ازاي تخوضي تجربه انك تجيبي حاجه من شي ان. النصايح اللي اقدر اديها لك تفيدك في حته الشراء، وان ازاي تظبطي مقاسك وانت بتجيبي الحاجه، وازاي كمان تختاري الحاجات اللي سعرها كويس بالنسبه لك. في الاخر خالص برضو هقول لكم رايي في فكره شي ان كامله، وهل يستاهل الضجه اللي معموله عليه، وفكره ان اي حد عايز يجيب من شي ان. وطبعا كتر الفيديوهات وكتر الضجه اللي معموله عليه بيخليك عايز تشتري اي قطعه من شي ان. اخر الفيديو هقول لكم رايي ايه في الموضوع ده بعد التجربه. الاول مره يشوفني ما ينساش يعمل اشتراك تحت في القناه، يضغط على كلمه اشتراك او سبسكرايب الموجوده تحت الفيديو على طول باللون الاحمر، كمان لايك للفيديو عشان يوصل لاكبر كميه من البنات. اكتبي لي تحت في خانه التعليقات ايه اكتر فستان عجبك من كل اللي انت شفتيهم في الفيديو. ومن غير كلام كتير يلا بينا نخش على الفيديو على طول. بصوا انا في كميه حاجات كتيره جدا قدامي، يعني انتوا شايفين المنظر. هفتح لكم كل حاجه واحده واحده، وهنشوف الماتيريال عن قرب، وكمان هقول لكم السايز بتاعها، وهوريكم شكلها على الموديل عامل ازاي، وشكلها عليا لما لبستها عامل ازاي. مبدئيا يا بنات، الحاجه اول ما بتجيلك من السيلر اللي انا جايبه منها، اللي بتجيب لك حاجه من غير جمارك وحاجه بسعرها الاساسي من غير ما تزود عليكي اي حاجه على ثمن القطعه، بتجيبها لك كمان بالاكياس الاساسيه بتاعت شي ان، مش بتجيبها لك في باكج خارجيه او حاجه. كل حاجه بتكون جايه لك بالظبط كان شي ان اللي جايبها لك لحد باب بيتك. قطعة معايا النهارده وهي الفستان التايجر ده، عايزه اوريكم الماتيريال عن قرب. ودلوقتي هحط لكم هنا صوره الموديل وهي لابساه على الموقع. بصوا ده شكل الفستان اهو، ليه كده رقبه من قدام الياقه دي، وده لونه في الطبيعه، كم طويل وفي استك من هنا كده، ومن تحت جاي على الوسط عامل زي حزام، هو مش باين قوي في الكاميرا بس هو اهو، يعني من نفس القماشه معمول زي اللي انتوا شايفينه ده كده، حزام منه فيه يعني مضيق، وبعد كده نازل على واسع على واسع على واسع، واخر حاجه خالص كنار في الفستان، كنار كده من الخامه دي شفافه كده تمام. طبعا الحاجه الشفافه دي انا بداريها ان انا بلبس تحتها يا اما جيبه كلوش واسعه، يا اما بتلبسي تحتها بنطلون ليجن اي نوع، او حتى وايد ليج لو انت حابه بتلبسيه نفس اللون اسود كده، وبتحطيه من تحتها بتلبسي عليه صندل يكون كعب كده، بيبقى حاجه ممتازه. هوريكم دلوقتي شكله وانا لابساه بقى عامل ازاي. انا بلبسه على صندل، اي صندل انت عايزاه، انا هنا منسقاه بالطريقه دي. انا حاطه حزام لونه اسود عليه، تقدري تحطي حزام بيج، تقدري تسيبيه من غير اي حزامات خالص. ساعه لونها نحاسي شويه بني، تقدري تلبسي طرحه سود، تقدري تلبسي طرحه بني تايجر، اي طرحه انت عايزاها طبعا تقدري تنسقيها بالطريقه اللي انت تحبيها. الفستان ده الخامه بتاعته عجبتني جدا، انا كنت فاكره في البدايه ان هي خفيفه قوي، وان هي هتقطع بسهوله، او يعني ان هي ممكن حاجه سي ثرو شفافه. هي مش شفافه، ولكن طبعا كمحجبه للامان لازم تلبسي اي حاجه تحت اي فستان، بس تفرق لما تكوني لابسه حاجه تحت فستان تضطري تلبسي حاجه تقيله عشان خاطر تداري حاجه اصلا شفافه، غير لما تلبسي حاجه داخليه مثلا اي بادي كم قطن مثلا تحت الحاجه، بحيث ان هو بس يداري اي امكانيه ان الحاجه دي تشف، لو في اشعه شمس جامده، لو في فلاش عربيه، لو اي حاجه. عايزه اقول لكم برضو ان هي الياقه بتاعتها نازله من ورا بسوسته كده، دي الظهر كله، يعني الظهر كله طول الظهر كله نازل بسوسته كده طويله اهي لحد هنا، بصوا لحد الحزام
كل دي سوسته طويله نازله من اول سلسله الظهر ورا كامله طول الستان ده. انا حبيته جدا جدا جدا، بالذات انا بحب التايجر قوي، والبرنت بتاعته نفسها شيك. يعني في برنت تايجر او حاجات ما تحبيهاش، تحس ان هي شعبيه زياده عن اللزوم، او تحس ان هي شكلها غريب، لكن ده درجات اللون كانت مظبوطه جدا، حجم البرنت نفسها كان بالنسبه لي مظبوط جدا. دلوقتي سعر الفستان ده مكتوب هنا وقت ما انا جبته، ولكن انا مش عايزاكم تاخده بالاسعار دي، لان سعره انا كنت جايباه وقت خصم. عايزه تعرفوا سعر الاساسي افتحي صندوق الوصف تحت، هتلاقيني حاطه لك كل اللينكات بتاعت الفساتين دي، اللينك ده هيطلع لك على طول الصفحه بتاعه الفستان ومكتوب فيها السعر الاساسي. في الفيديو هقول لك ازاي تحسبي السعر مظبوط زي ما السيلر هتاخده مني. انا هنا كاتبه لكم السعر بالجنيه تسهيلا عليكم عشان تعرفوا الناتج النهائي بيكون في حدود كام. عايزه اقول لكم كمان يا بنات ان الفستان التايجر ده انا كان مقاسي منه 4 اكس، ده ما كانش مقاسي الاساسي، يعني طبقا لجدول المقاسات اللي موجود على شي ان انا مقاسي كان 2 او 3، بس انا اخترت اجيب 4 عشان انا بحب الفستان يكون فضفاض. انا غرضي جايباه عشان يناسب الحجاب اكتر، فطبعا الحجاب بيبقى عايز حاجه فضفاضه شويه، ولو انه برده 4 اكس ما كانش فضفاض بالشكل اللازم. الفستان انا جبته هو الفستان ده، بصوا مبدئيا دي خامه الفستان، ماشي، بصوا خامته نايلون يا جماعه، خامته نايلون كده، حاجه كده يعني بوليستر صرف 100% بوليستر. ده ما كانش باين تماما 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 وانا بشتريه في الصور، بجد ما بيبانش خالص حتى في الصور، وانتم شايفيني وانا منزلها لكم دلوقتي، هسيب لكم شكله دلوقتي على الموديل هنا في الحته دي. هو مش بيبان خالص في الصور ان هو نايلون كده او بوليستر قوي كده. هو بصوا شكله عامل كده، هو اهو رقبته واسعه شويه، وبعدين الكم بتاعه واسع جدا، الكم بتاعه فيه زي فولد كده، شايفين زي تنايات تنايات تنايات، وفي الاخر نازل على استك رفيع، فبيعمل المنظر اللي انتوا شايفينه على الموديل دلوقتي ده. ومن الوسط جايب حزام كده، طبعا الحزام ده طلع واسع جدا جدا عليا بصراحه، انا الفستان ده بالذات كان مقاسي فيه صغير، كان 1 او 2 اكس، وانا جبت 4 اكس، قلت عشان يبقى فضفاض، وطلع فضفاض زياده عن اللزوم. تمام، ده طول الفستان. الفستان هو ماكسي طبعا طويل، ولكن انا عشان طويله، انا طولي يا جماعه 172 او 173 حاجه في الرينج ده، فانا طويله، فهو طلع يعني اقول لكم ايه، طلع قصير عليا مثلا عقلتين كده، يعني قصير عليا كده، فانا ناويه يعني ان انا اعمل له زي كنار من تحت تاني، يكون مثلا شيفون او حاجه لونه اسود او لون نفس لون ارضيه الفستان، بحيث ان هو ما يبقاش قصير بالطريقه دي. ولكن حاليا بلبسه عادي، وتحتيه مثلا اي بنطلون او تحتيه جيبه مثلا برده عشان تداري الشكل الاساسي، ولكن هو لو واحده طويله قوي زي يعني هتبقى محتاجه ان هي تكمله شويه باي حاجه. الفستان ده برده كنت جايبه منه 4 اكس زي ما قلت لكم، وسعره برضو هكتبه لكم هنا، هو تقريبا كانت حدود 300 320، ده برضو كان وقت عرض، هو حاليا سعره اغلى من كده. هقول لكم تاني لينكات الفساتين دي كلها هتلاقوها تحت في صندوق الوصف، هتخشوا على اللينكات دي هيوديكوا للفستان بسعره بمقاساته بالطريقه اللي انتوا تحبوا تشتروه بيها، سواء من شي ان مباشره او من اي سيلر خارجي. الفستان ده يا جماعه دلوقتي انا اكيد سايبه لكم صورتي وانا لابساه هنا الناحيه دي، هو حلو كشكل خارجي، وكل ما لبسته كان بيجيلي عليه يعني تعليقات كتير ان هو حلو جدا، ولكن عيبه بالنسبه لي هو خامته بجد بتحرر جدا جدا، حتى لو لابسه مش تحتي حاجه خالص بيحرر قوي، وكمان البوليستر معروف ان هو مع الحركه والفرهده بيطلع عرق، وبس اللي بيطلع ريحه مش حلو خالص، يعني بيطلع ريحه بجد، تحس ان الماتيريال نفسها بتتفاعل مع العرق بطريقه بتطلع ريحه بشعه. فبصراحه ما حبيتش الحته دي، بلبسه لما بكون يعني مش هتحرك خالص، ويعني مش عايز فرهضه من الاخر، الماتيريال بتاعته مش عايزه فرهضه، بس انا غسلته كذا مره واستخدمته كذا مره، فانا حابه جدا الماتيريال بتاعته من ناحيه ان هي متينه وبتستحمل الغسل وما كشتش. ولكن بس زي ما قلت لكم العيب بتاعها الوحيد ان هي قصيره شويه، لو انت قصيره طبعا مش هيفرق معاكي، او لو انت حاطه طولك متوسط هتبقى تمام بالنسبه لك، انما لو انت في طولي 172 فما فوق هيبقى الموضوع قصير معاكي شويه، تحتاجي ان انت تكمليه بحاجه. نفصل بقى من الفساتين شويه، وخلينا نتكلم على حاجه كده جبتها في النص، وهي الشنطه دي. الشنطه دي هسيب لكم دلوقتي صورتها على السايت عامله ازاي، تمام، وهسيب لكم سعرها هنا برضو دلوقتي وانا بتكلم معاكم. الشنطه جت بالطريقه دي، هي بسلسله كده، هي شنطه كروس عاديه خالص صغيره. بصوا هي لطيفه، يعني بصوا هوريكم شكلها فاتح منين، هي كده، بصوا انا عايزه اوريكم من الجنب. جماعه للامانه هي مش شنطه،
يعني انا بعد هي معروضه انها شنطه، بس الامانه وفي الصور مش باينه خالص انها كده. بس بجد بصوا اصلا انا ماسكاها ازاي، دي من الاخر من الاخر هي محفظه يا جماعه، يعني هي دي ما تنفعش شنطه خالص. والسلسله اللي جايه معاها خفيفه خفيفه قوي قوي قوي، يعني دي لو شلت فيها حاجه تقيله شويه مثلا موبايل على بوك على مثلا اي متعلقات زياده شويه متهيالي السلسله دي هتتكسر او تتقطم. فانت لو عايزه تاخدي فيها حاجات تستحمل هتغيري السلسله دي اكيد. وكمان مش هتعرفي تحطي فيها حاجات كتير لان هي خامتها ضعيفه قوي، يعني هي بالظبط جلده وش وظهر. بصوا هي من جوه فيهاش اي حاجه، هي يعني ما فيهاش اي تفاصيل ولا جيوب ولا سوست ولا اي حاجه، هي بس مجرد شنطه والمكان الفاضي اللي في النص ده كده. طبعا لما بتحطي حاجه بتتملي، انا لحد دلوقتي ما لبستهاش ولا مره، بس هي بيضه فتتلبس على اي فستان على اي حاجه في الدنيا يعني. وبس الشكل الخارجي بتاعها كده. سعرها دي انا فاكره اني كنت جايباها تقريبا ب 40 جنيه، فهي على حسب الماتيريال هي كقيمه مقابل سعر كويسه، يعني لو محفظه هجيبها ب 40 جنيه بالشكل ده وبكروس وكده لا حلوه جدا، لكن على شنطه لو انت فاكره شنطه لا هي مش شنطه. فمتهيألي لا الشنط الرخيصه اللي موجوده في شي ان اغلبها كلها بالماتيريال دي كلها كده. طبعا الشنطه دي متوفر منها بتاع 10 ولا 20 لون، الوانها كتيره جدا جدا وكلهم احلى من بعض. انا بس دي المره دي كانت تجربه والحمد لله اني مكترت الشنط، لان الشنط طلع الماتيريال بتاعتها ضعيفه جدا. اكيد في شنط تانية الماتيريال بتاعتها اقوى، ولكن انا حظي وقع في الشنط دي. الشنط اللي سعرها قريب للسعر ده يا جماعه عرفوا ان هي الماتيريال بتاعتها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، اخره شكل من بره، اخره خروجه مناسبه حاطه يا دوبك فيها الموبايل شويه فلوس مناديل، ده اخرك مش اكتر. الفستان الثالث وهو الفستان ده، وده احب فستان لقلبي. هوريكم دلوقتي شكله على الموديل. بصوا الماتيريال بتاعته عاملة ازاي، ده اكتر فستان انا حبيته في كل الاوردر ده بصراحة. اهو ده الرقبة بتاعته، بحيث لو انت تلبسي تربن هتلبسي مثلا سبانيش، لو انت اصلا مش محجبة، يعني هو السايت اصلا كل اللي جايبينه مش محجبات ولابسينه عادي كفستان عادي. الايد بتاعته عاملة كده، بصوا يعني انا مش عارفة اوريها لكم ازاي، اهو ايد واسعه جدا جايه عند المعصم كده ونازل بقى بواسع قوي قوي قوي، يعني هي من فوق الايد عاديه خالص اهو، دي ايد عاديه خالص نازله بعد كده بقى بوسع جامد جدا ماشي. وبقيت الدريس كله صك ما فيهوش اي شغل، وبس جاي من الجنب وفي حزام من نفس القماشه بتاعه الفستان. الفستان ده كان فيه منه الوان كتيره جدا، كان نازل بكذا لون، بس انا على حظي لما شفته كان ده اخر لون متوفر، ولحد دلوقتي هو اللون الوحيد المتوفر من الستايل ده. بصوا الماتيريال عن قرب، بصوا هي يا جماعه ماتيريال كده تحسوا انها شيفون ناشف كده، الماتيريال شيفون ناشف، هو شويه شفاف مش شفاف شفاف، هو شويه بيشف، يعني انت في ضوء الشمس هيبان مثلا البنطلون اللي انت لابساه تحتيه، مش هيبان مش هيبان لون البنطلون او برنت البنطلون، بس بيبان مثلا البنطلون نهايته فين بتاع. فانا بعمل معاه حركه حلوه قوي، وعامه انه اي فستان بلبس تحتيه جيبه مش بنطلون علشان خاطر كمان بيبقى فيه هواء بيبقى فيه حركه، الفستان بيلزق بطريقه مش حلوه جدا على الجسم، وبالذات انت كمحجبه بيبقى ما يفضلش ان يبقى فيه منظر زي كده. فانا شايفه ان افضل حل ليه ان هو يتلبس تحتيه جيبه تكون لونها غامق وهتبقى شكلها حلو جدا. طبعا حابه اقول لكم برده ان الفستان ده كان مقاسه برده 4 اكس، انا كان مقاسي الاساسي في جدول المقاسات 1 او 2، ولكن برده انا بجيبه فضفاض بزياده عشان ينفع مع الحجاب، ما يبقاش في اي احتمال ان هو يبقى ضيق والاوردر يبوظ. يعني اقول لكم كمان سعره دلوقتي مكتوب على الشاشه، وبرده انا كنت جايباه وقت سيل كان عامل تقريبا 300 وحاجه، ولكن هو دلوقتي سعره اعلى من كده شويه. بعد كده الفستان اللي انا هفتحه لكم تاني، الفستان ده هوري لكم دلوقتي صورته هنا على الموديل. الفستان ده هو الوحيد ان انا لسه ما نسقتوش، انا بصراحه كنت جايباه على اساس ان انا هنسقه بطريقه معينه، كنت هلبس تحتيه حاجه بيضه ومن فوق طرحه بيضه وهيبقى كدريس كامل. بس لما جه كنت عامله حسابي كمان ان انا احط له حزام ابيض، بس لما حطيت له حزام لقيته قصر شويه، هو طولي بالظبط من غير حزام، اما بالحزام طبعا بيقصر شويه، قصر برده بتاع مثلا قيمه صباع كده. فقررت ان انا هروح اعمل له زي زياده برده من تحت تكون بنفس لون الفستان شيفون كده، هتكون بنفس لون ارضيه الفستان او اسود لسه ما قررتش، او ابيض برده لسه ما قررتش قوي، عشان يبقى فستان، لان انا مش حابه يبقى ميني دريس، لان هو برده ستيل طويل على انه يبقى ميني دريس،
وقصير على انه يبقى دريس عادي طبيعي. الماتيريال بتاعته حلوه جدا جدا. ده برده جايه منه 4 اكس وهو مقاسي فيه برده كان 2 اكس او 3 وجبت 4 برده عشان يبقى واسع ويبقى يعني دريس فضفاض. ده شكل الرقبه بتاعته وما فيهوش اي حاجه تانية، هو نازل على واسع خالص زي ما انتم شايفين كده، يعني هو جاي لحد الوسط وبعدين بقى نازل كلوش واسع قوي قوي من تحت. والايد بتاعته بالطريقه دي، هي الايد بتاعته قصيره، هو يبان لكم ان الايد نص كم بس هي مش نص كم، هي بتوصل لحد بعد الكوع بشويه، يعني بتوصل هنا كده. طبعا الفستان ده انا الوحيد اللي ما عرفتش اعمل له تنسيق، لان بعد ما جه وجربته على الحزام الابيض والطرحه البيضاء والكم الابيض برده حسيته مش حلو بصراحه، يعني حسيت ان هو التنسيق اللي كان في دماغي ما طلعش احلى حاجه. فبرده انتوا شايفينه دلوقتي على الموديل، قولوا لي احسن طريقه يتلبس بيه ازاي لحد محجب، وبرده بعيدا عن التربن لان انا يعني حاولت ابطل لبس تربن الفتره الاخيره. لو حد عنده تنسيقات للفستان ده ازاي يتلبس بطريقه حلوه ويبان شيك برده اكتبوها لي تحت في التعليقات. برده هسيب لكم سعره دلوقتي، سعر الفستان ده كان السعر اللي انا كاتبه لكم ده، وده برده كان وقت السيل لانه برده سعره اغلى من كده. انا خلصت كل الفساتين خلاص، بس عندي كلمتين اساسيين لازم تسمعوهم لو انتوا عايزين تجيبوا حاجه من شي ان. شي ان يا جماعه هوجة وموضه وطلعت وحلوه وفي لبس جميل مش هنكر، ولكن لو هتجيبي حاجه من على شي ان فلازم تجيبي حاجه مميزه قوي مش موجوده حواليكي في محلات ولا شفتيها قبل كده، لان لو انت هتجيبي حاجه موجوده عندك فلا هاتيها عندك احسن، عندك هتشوفي الخامه، عندك هتقيسي براحتك، عندك هتقرري السعر ده مناسب ليكي او لا، وفي الغالب هيكون اقل من سعر شي ان. تاني سبب ان انا مش بشجع قوي الشراء من شي ان، ان الخامه بتيجي على غير توقعاتك، يعني هم شكلهم حلو جدا لكن في حاجات منهم الخامه فيها ضعيفه جدا، لو شفتيها قدامك في محل لا مش هتديها السعر ده وهتحس ان السعر ده اوفر ريتد قوي عليها. تالت نصيحه برضو من الشراء من شي ان، اشتري في وقت التخفيضات، ما تشتريش الحاجه بسعرها الاساسي. هم بيعملوا تخفيضات كتيره جدا وطول الوقت بينزلوا سيل، اعملي على الحاجه لاف وشيليها كده في الحاجات اللي هي المنتجات المحفوظه او الايتمز السيفد بتاعتك، وبعد كده كل شويه ما حاجه منهم تنزل سيل هيبعت لك مسج يقول لك الحاجات اللي انت شايلاها دي نزل عليها سيل، فبتخشي وقتها وممكن تبعتي للسر اللي انت تجيبيها. ان الحاجه وهي مش عليها سيل بصراحه سعرها يعني عالي جدا وما يستاهلش خالص خالص الماتيريال اللي بتوصلك. طبعا في حاجات حلوه جدا في شي ان والماتيريال بتاعتها ثقيله وتستاهل، ولكن في الاغلب الحاجات دي بتكون سعرها عالي جدا مش بتكون سعرها في الرينج المتوسط بتاع الدريسات او البناطيل او السويت شيرتس مثلا او اي حاجه، بيكون سعرها اعلى من الطبيعي اللي موجود حواليك. رابع نصيحه كمان، لو انت عايزه تظبطي مقاساتك في شي ان، هم عندهم جدول مقاسات، لازم يكون معاكي حاجه اسمها مزوره او اللي هو المتر بتاع قياسات الجسم، بتقيسي فيه اهم حاجه منطقه البسط اللي هي المنطقه اللي فوق، وبعد كده منطقه الوسط، وبعد كده منطقه الارداف بمعنى اصح. الثلاث مقاسات دول هما اللي بتحددي عليهم اي مقاس تقدري تجيبيه. طبعا كل الفساتين اللي جايباها النهارده دي من القسم بتاع البلس سايز للناس اللي مقاسات الكبيره بمعنى اصح. طيب مبدئيا ازاي تحسبي سعر الحاجه دي هتوصل ليكي بكام؟ الجروب اللي انا هسيب لكم اللينك بتاعها في صندوق الوصف، ده بتجيب الحاجه من شي ان بسعرها الاساسي زياده تقريبا قليله قوي قوي قوي، بس مش زياده يعني مش هتقولي ازود 10 ولا 20 ولا 30 على سعر القطعه، لا هي بتديكي نسبه معينه وانت بتحسبيها. ازاي بقى؟ انت بتقلبي الموقع سعودي بالريال السعودي وبتشوفي مثلا البلوزه دي مكتوب عليها 10 ريال بتضربيها في 4.5، ده السعر اللي السيلر هتحاسبك عليه تمام كده، لان الريال السعودي اصلا ب 4.5 جنيه، يعني ده سعر الريال، سعر الريال 4.2 او 4.3 جنيه، فهي بتحاسبك ب 4.5 اللي هو تقريبا 2 بوينتس بس اللي هو الفرق يعني اللي هي بتاخده، وده يعني فرق لا يذكر. انت بتعفي نفسك من الجمارك وبتعفي نفسك من التوصيل والحاجات الكتير دي، وطبعا بتوصل لكل محافظات مصر. اهم حاجه في ده كله ان السيلر دي بتلحق لك اي سيل موجود على الويب سايت، لانها بتطلب تقريبا كل يومين او حاجه، فلو في حاجه انت محتاجه تجيبيها بسرعه بتبعتيها لها وهي بتطلبها لك على طول، مش متاخره عليكي، مش هتضيعي اي فلاش سيل، مش هتضيعي اي سيل نزل على اي قطعه، هتلحقيهم بسرعه ان شاء الله. حابه اعيد عليكم ان كل اللبس اللي كان في الفيديو ده كان مقاساته 4 اكس كلهم بلا استثناء، والشنطه كانت لونها ابيض. انا كنت جايبه الحاجه في فضه زياده عن اللزوم علشان خاطر تناسب الحجاب وتناسب الشكل النهائي اللي انا عايزه اظهر بيه. بس كده يا رب يكون الفيديو عجبكم، اعملوا لايك للفيديو وكمان قولي في التعليقات ايه اكتر حاجه عجبتك في الفيديو. لو كان ليكي قبل كده تجربه شراء من شي ان برضو اكتبي لنا في التعليقات تجربتك كانت حلوه ولا وحشه، واعملي اشتراك في الفيديو لو لسه ما عملتيش اشتراك لحد دلوقتي. اشوفك ان شاء الله في فيديو جديد، مع السلامه.